مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة ضمن التغطيات تقوم بها قناة الفلوجة الفضائية لتغطية الأوضاع في مدينة الفلوجة والعمليات العسكرية فيها، في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب الفلوجة بعد الإعلان عن وصول تحشيد القوات الحكومية إلى ذروتها للهجوم على المدينة. قام تنظيم داعش بهجوم مباغت على مدينة هيت، سيطر خلاله على منطقتين في جهتها الشرقية. هجوم داعش على هيت برأي مراقبين هو محاولة لتخفيف الضغط على عناصره في الفلوجة وتشتيت الجهد العسكري الذي بلغ ذروته استعدادا لاقتحام الفلوجة. مأساة مدينة الفلوجة المحاصرة تزداد من الداخل والخارج يوميا، في فوجوه أهلها لا تزال تعلوها أثر المعارك وغبارها، وأطفال الفلوجة الناجون يفترشون في أماكن عدة الخيام المتناثرة ويعانقون الحبال علها تقودهم إلى بر الأمان. منظمات الإغاثة الدولية عبرت عن شعورها بالقلق فيما يتعلق بمعاناة المدنيين، حيث دعت الأمم المتحدة إلى تأمين المرور الآمن للسكان الذين يحاولون الهرب، وإلا فهم أمام أمرين، إما الموت جوعا أو القتل في أثناء فرارهم. السؤال هنا، هل الهجوم على هيت سيعيد النظر في أولويات القوات الحكومية في محاربتها لداعش، أم أن اقتحام الفلوجة سيتم خلال الساعات المقبلة كما كشفته قيادة عمليات الفلوجة؟ وهل فتح الممرات الآمنة للعوائل وإيقاف القصف العشوائي على المدينة سيخلق إرباكا عند داعش ليسمح بعدها لخروج العوائل؟ هذه التساؤلات وغيرها هي محور تغطيتنا مع ضيوفنا في الاستوديو، المحلل السياسي نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. ومن بغداد أيضا الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول الذي سينضم إلينا، كذلك رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية السيد رعد الدهلجي عبر الأقمار الصناعية، أيضا معنا من السليمانية المحلل السياسي الناصر دريد. مرحبا بك سيد الناصر. إذن مشاهدينا الكرام، قبل الخوض في تغطيتنا لهذه الساعة لنتابع هذا التقرير. أرغمت تطورات المواجهة بين القوات الحكومية وتنظيم داعش أهل المدينة الفلوجة على دفع ضريبة إنسانية فادحة وخدمات شبه معدومة، بعد أن باتوا ينامون على قصف ويصحون على آخر لتكون قائمة مفتوحة من القتلى والجرحى. المجلس النرويجي الدولي والذي يعنى بشؤون اللاجئين أكد فرار 99 عائلة من الفلوجة، وما زال فيها أكثر من 50,000 مدني عالقين داخلها، وأن عمليات القتال صعبت من تقييم الحجم الكامل للوضع المأساوي في المدينة. المجلس أضاف أن مخيم العراق في عامرية الفلوجة وصل إلى سعته القصوى، حيث ضم أكثر من 200 عائلة نازحة، مشيرة إلى فتح مخيم الفلوجة الجديد بجانبه لاستيعاب مزيد من العائلات القادمة، مطالبة بتهيئة أماكن تؤويهم حرارة الجو وتوفير المساعدات من الطعام والمياه للعوائل النازحة. تنظيم داعش منع أهالي المدينة من الخروج بعد أن أعلن حظر تجوال فيها، في حين أن مشاركة ميليشيا الحشد في المعارك وتمركزها في محيط الفلوجة عزز من مخاوف أهالي المدينة من الخروج بعد أن ارتكبت جرائم طائفية في مناطق سنية أخرى في العراق. وعبرت منظمات الإغاثة عن شعورها بالقلق فيما يتعلق بمعاناة المدنيين، حيث دعت الأمم المتحدة إلى تأمين المرور الآمن للسكان الذين يحاولون الهرب، وإلا فهم أمام أمرين، إما الموت جوعا أو القتل في أثناء فرارهم. القوات الحكومية دعت الأهالي الذين ما زالوا داخل الفلوجة للخروج منها باتجاه جسر السجر بعد أن فتحت ممرا آمنا لتسهيل ذلك، وتتزايد مأساة مدينة الفلوجة المحاصرة من الداخل والخارج يوميا، فوجوه أهلها لا تزال تعلوها آثار المعارك وغبارها، وأطفال الفلوجة الناجون يفترشون في أماكن عدة الخيام المتناثرة ويعانقون الحبال علها تقودهم إلى بر الأمان.
إذن مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف بداية الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع السيد العميد يحيى رسول، ولكن على ما يبدو فقدنا الاتصال به، نعاود الاتصال به مرة أخرى. نبدأ أيضا من ضيفي في الاستوديو السيد نظير الكندوري المحلل السياسي. سيد نظير مرحبا بك. يعني بداية اليوم تتسع رقعة العمليات العسكرية ليس فقط في الفلوجة وإنما شملت مناطق أخرى لنتجه إلى الموصل. هذه أو هذا الاتساع في رقعة العمليات برأيك هل سيؤثر في سير العمليات الموجودة حاليا؟ والله عودتنا يعني تنظيم الدولة الإسلامية على فتح جبهات متعددة لتخفيف الضغط في جزء معين هي تجد نفسها فيها ضعيفة، فالهجمات الخاطفة اللي تقوم بها في مناطق مختلفة هدف منها تشتيت القوة. أنا أقصد بما يخص الحكومة العراقية تتسع الآن في جبهاتها، نعم. تحاول تارة أن تكون في الموصل وتارة أخرى هي موجودة في الفلوجة ومحاصرة لمدينة الفلوجة. هذا الاتساع في رقعة العمليات هل هو في الصالح؟ ليس في صالح القوات الحكومية، لأن حقيقة القوات الحكومية ليست لديها القدرة على مشاغلة عدة جبهات في آن واحد، وثبتت المعارك السابقة صحة هذا الرأي، فسرعان ما يعني تفشل في هجماتها لغرض تشتيت قوة داعش، بل داعش هو الذي ينجح في هذه الاستراتيجية، فقام بعدة هجمات متفرقة لتخفيف الضغط على جبهة الماء، والهجوم اللي صار على يعني مساء البارحة وانتهى اليوم على هي يثبت هاي الاستراتيجية اللي تقوم بها داعش اللي هي الهجمات الخاطفة التي لا تجعل فترة كافية للطيران لكي يضربها. ينجح في هذا الأمر كثيرا في تخفيف من جبهات يعني هل هو يحاول تشتيت الضغط الذي هو يواجهه حاليا؟ هذه إرادة التنظيم داعش أنه يخفف الضغط على الفلوجة بالذات اللي الآن محاصرة من كل الجوانب، ولكن يعني حقيقة بعد ما مراقبة الوضع لو أن المدن الأنبار أو مدن السنية كلها سقطت بيد داعش، فإرادة الحكومة وإرادة الميليشيات الحشد الشعبي سوف لن تتجه بوصلتها إلى أي منطقة أخرى سوى الفلوجة. الفلوجة لها معاني أخرى بالنسبة لهم وبالنسبة للسنة. سقوط الفلوجة هدف أساسي يجب أن تقوم به الحكومة العراقية ومن خلفها طبعا الميليشيات الحشد وحتى الميليشيات اللي جاءت من إيران. قبل يوم الاثنين الماضي جاء 60 مقاتل من القوات الخاصة الإيرانية للمشاركة في معركة الفلوجة. لماذا؟ لأن الفلوجة لها رمزية كبيرة وإسقاطها معناها طوي صفحة وبدأ بصفحة جديدة، يعني ما قبل سقوط الفلوجة سوف لن يشبه ما بعد سقوط الفلوجة. نعم، ولكننا نتحدث اليوم عن عمليات يعني مباغتة لتنظيم داعش وهو مشاغلة القوى المحاصرة له وهي القوات العراقية وغيرها من الميليشيات التي تصاحبها في هذه العملية، ووصل الأمر إلى استهداف وجرح قائد فوج طوارئ شرطة مدينة هيت السيد النمراوي. يعني ألا يستدعي هذا أمرا طارئا من قبل الحكومة العراقية؟ هذا يدلل أيضا على أنه حتى في استرجاع الأراضي من قبضة داعش لا يفكرون في المرحلة التي تليها اللي هي مسك الأرض. يعني كيف الوسائل الإعلام تقول أنه القوات المهاجمة من داعش جاءت عبر نهر الفرات، يعني بمعنى أنه جاءت من المنطقة اللي منطقة بحيرة الثرثار، نعم. كيف أنه قطعت كل هالمسافة الصحراوية بدون أن ترصدها القوات الحكومية، وكيف دخلت إلى المدينة ووصلت إلى وسط المدينة، أخذت حيين ووصلت إلى حد المستشفى العام في هيت، ومع ذلك لم تجد القوة الكافية لردعها. إضافة إلى ذلك أنه هذا يدلل على أن القوة المتواجدة في مسك الأرض غير كافية على صد هجوم لبضع عشرات من المهاجمين من تنظيم داعش. هذا يدلل على بساطة في يعني الجهد العسكري، أو أنه من يقومون على العمل العسكري اللي تابعين للحكومة العراقية ليسوا بالمستوى الذي قادرين على تحرير مدن ومسكها بشكل كامل ضد تنظيمات
داعش. إذن أتحول بالسؤال إلى سيد ناصر دريد من السليمانية معي عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي. مرحبا بك سيد ناصر. يعني ما الذي تحاوله قوات التحالف بصحبة البشمركة اليوم في نشر رقعة الصراع العسكري؟ ألا يجب أن يركزون على ما هم فيه حاليا بمحاصرة واقتحام مدينة الفلوجة؟ يعني أعتقد كما هو واضح أنه الاستراتيجية المتبعة، إذا جاز لي أن أفهمها، أنا رجل لست عسكريا متخصصا ولست قريبا من مراكز صنع القرار، ولكن يبدو لي أنه مثلما يحاول داعش بالمقابل أن يشغل أو يلهي الهجوم عن الفلوجة بهجوم آخر على هيت، أيضا القوات الأخرى قوات التحالف يبدو أن لديها نية لشغل انتباه المركز الرئيسي أو القيادة الرئيسية لداعش في الموصل عن معركة الفلوجة بمعارك أخرى جانبية شمالا لتوسيع رقعة القتال وإشغال داعش. وأنا لدي ملاحظة عن الأخ المعلق قبل قليل. نعم. أنا لا أرى أنه داعش ناجح لهذه الدرجة، يعني الأستاذ المحلل يتكلم بإعجاب كبير بداعش كما يبدو، لا أعرف على أي أساس. داعش نعم أثبت كفاءة، يعني ليس إعجابا أكثر من باب واحترام للخصم، مع كون الخصم ضعيفا مثل ما يصفه الجميع. أنا أيضا أتمنى أن تكون نظرتنا لداعش هي خصم وليست لشيء آخر، لأني أحسست أنه شيء آخر وأتمنى أن أكون وليس شيء آخر. الجميع الآن فقدت مع إخراج داعش. نعم نعم إن شاء الله. داعش خسرت الأرض في كذا مرة ولم تنجح لحد الآن في استعادتها. نعم هي أخرت أحيانا المحتوم، يعني أخرت سقوط مثلا في وقتها كانت بيجي أكثر من مرة، أخرت كذا موقع، أخرت كذا، لكن هي بالنتيجة ستضطر إلى الانسحاب، لأن هناك حقيقة واقع الأمر منطق الأمر. نعم. هناك ضغوط عالمية ودولية وإقليمية من كل الجهات، لا يمكن لداعش مهما بلغت كفاءتها أن تستطيع أن تقف أمام هذا المد. وأنا أعتقد أنه معركة الفلوجة مع الأسف مع كل الخسائر التي ستنجم عنها هي بالنتيجة محسومة أعتقد خلال فترة الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمة على أقصى تقدير. نعم، ولكن سيد الناصر الآن بما أننا نتحدث عن داعش، يعني هل من الصحيح الاستهانة بتنظيم داعش حاليا، خصوصا وأنه يناور في عدة جهات؟ أبدا أبدا. وأنا هذا الموضوع تكلمت فيه عدة مرات وقلت من بؤس الإعلام أحيانا العراقي أنه لما يكون لدينا خصم أو عدو نحاول أن نقلل من قيمة هذا الخصم، وهذه مدرسة قديمة وعتيقة في الإعلام وفي تعبئة الرأي العام منذ أيام الثمانينات. واقع الأمر إذا تنظر للغرب مثلا، الغرب بالعكس يهول أحيانا قدرة خصمه، أول لتعمية هذا الخصم وثانيا لكي يعبئ الرأي العام إلى أن المعركة ستكون طويلة وفيها نتائج قد تكون غير متوقعة. نعم. نحن درجنا منذ البداية مع داعش على استخدام كلمة جرذان، جرذان داعش، جرذان داعش، والجرذان هؤلاء احتلوا محافظة الموصل ومحافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار وجزء من محافظة كركوك، وإذا كان الجرذان يحتلون هذه المناطق ماذا نكون نحن إذن بالمقابل؟ أقل من جرذان؟ يعني هذا أسلوب خاطئ بالتأكيد. أنا أدعو إلى وضع داعش في موقعها الحقيقي، بعيد عن التهويل في شأنها وبعيد عن التصغير من شأنها، لأن العمليتين لا تخدم أبدا الاستراتيجية بعيدة المدى في محاربة داعش. نعم. إذن اليوم نتحدث عن استراتيجية تنظيم داعش في المناورة، يعني هناك اليوم عمليات تمت أمس واليوم تمت في هيت، وقد سيطر تنظيم داعش على عدة أجزاء من مدينة هيت وأصيب في هذه المعارك والمواجهات أمر فوج طوارئ شرطة مدينة هيت، وبالتالي هذا الأمر يستدعي ردا مباشرا من القوات الحكومية، ألا ترى هذا؟ نعم بالتأكيد، وكان المفروض أن يكون هناك استعداد مسبق وتصور مسبق أن داعش كلما تنزنق في موقع معين تبحث عن ثغرة في مكان آخر لكي تشغل بها. هذه استراتيجية أصبحت معروفة بالنسبة لي وأنا إنسان مدني بسيط. نعم. فكان المفترض بالقوات العسكرية أن تكون مستعدة، خصوصا في منطقة هيت، هي المنطقة البطن الرخوة بالنسبة لداعش في هذه المرحلة، وهذا واضح جدا ويفسر سبب اندفاع داعش نحو هيت.
فكان المفروض أن تكون هناك قوة نارية ثابتة ومستعدة لهذا الاحتمال بحيث لا يحدث هذا الخرق. مع ذلك أنا أعتقد بأن هذا الخرق المؤسف واللي كبد القوات العراقية وكبد المقاتلين من كل الأطراف خسائر ليس لها داعي ولم يكن لها داعي، أعتقد سيتم غلقه خلال فترة قصيرة وإعادة تركيز المعركة على الفلوجة من جديد. نعم. إذن سؤالي إليك سيد نظير، اليوم وأمس أيضا كانت هناك تحشيدات من قبل الفرقة الذهبية وعناصر من القوات الخاصة العراقية من الممكن أن يكون تكهنات واقتحام مدينة الفلوجة في الساعات القليلة المقبلة، هل بالإمكان ذلك؟ هذا لا شك أنه الهجوم ربما يبدأ في ساعات المقبلة القليلة، لكن هذا لا يعني دخول المدينة أو حسم الملف في الفلوجة. نعم. ردا على ضيفك الكريم أنه يقول أنه موضوع داعش سوف يحسم قريبا، لماذا يعلل السبب بالإرادة الدولية لحسم هذا الملف؟ نعم. الحقيقة أن الأخبار تقول بالعكس أن الإرادة الدولية لا تريد حسم هذا الملف ولا تريد لداعش أن تنهار سريعا، هذا ما قال جون بايدن قبل فترة عندما اجتمع بمدربين الأمريكيين الموجودين في صحراء بالقرب من الزرقاء بالأردن. قال أن الحرب مع داعش ستكون طويلة. وأعطى مثال على هذا الشيء، قال أن داعش لا تمثل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة، معناها إذا كان خطرها على الشرق الأوسط على سوريا على العراق ما عنده مشكلة، لكن المشكلة إذا تحولت إلى خطر على أمريكا. إضافة إلى تصريحات كل القادة الأوروبيين تدلل على أنه الحرب ستكون طويلة مع داعش، بعضها يقدرها بالسنين. نعم، ولكن مع وجود مكاسب انتخابية من قضية القضاء على داعش في الشرق الأوسط. أخي الكريم إذا تقصد أمريكا فهي الأمر حسن بترحيل ملف بالذات ملف الموصل وأيضا الرقة. نعم. إلى الحكومة القادمة الجديدة، إلى الرئيس الأمريكي القادم الجديد. أما أنت أقول أنه الحازم أنه سوف تحسم المعارك مع داعش قريبا وبالأيام أو الشهور القليلة، فهذا من الأماني وليست حقائق. الداعش ستبقى موضوع شاغل لمنطقة الشرق الأوسط تستفيد منها قوى دولية وإقليمية. نعم. بما أنك مع الرأي الذي يشير إلى قوة العدو الذي تواجهه القوات العراقية مصحوبة بالتحالف الدولي، بالتالي هل بالإمكان الآن يعني مع ما قلته وضع سقف زمني سواء لدحر داعش أو لانسحابهم المفاجئ كما حصل في مدينة الرطبة؟ موضوع حسم داعش لن تحدده، يعني برأيي لن تحدده ساحات المعارك، إنما تحدده الإرادات الدولية في رسم خرائط جديدة للشرق الأوسط. إذا لم تكتمل هذه الخرائط بشكل كامل داعش ستبقى في المناطق، كرة تخرج من هذه المنطقة وتدخل منطقة أخرى، مثل ما يحصل في سوريا. نعم. يخرجوها من منطقة وترجع إلى منطقة أخرى وكأنما يعني لعب، مثل اللعب. نعم. تحريك بيادق من مكان يعني لمكان. ستبقى داعش هي فزاعة يخوفون بها من يريدون ويحققون فيها الأجندة إن كانت أمريكية غربية أو كانت إيرانية. نعم. لإعادة رسم خرائط العراق وسوريا. نعم. طيب سؤالي إليك سيد الناصر، الآن هل ترى أن هناك بوادر لحسم المعارك ودحر تنظيم داعش والدخول إلى مدينة الفلوجة؟ هل هناك معطيات؟ هل تتابع هذا الأمر؟ نعم، أنا في الحقيقة كنت بس أريد أن أوضح، أنا لم أقل بأنه الانتصار على داعش خلال أيام، أنا قلت نعم. حسم معركة الفلوجة خلال أيام. نعم، أنا أعتقد أنه معركة الفلوجة قد حسمت سياسيا إذا صح التعبير، يعني نعم. معركة الفلوجة ظلت ممنوعة سياسيا من التعامل حتى تم حسمها أخيرا في معادلة اشتراك الحشد الشعبي وإلى آخره في الموضوع. نعم. يعني هذه القضية كانت توقف أو يعني هي سبب توقف عملية تحرير الفلوجة منذ زمن بعيد، وحتى قبل تحرير الرمادي كان هناك حديث عن ضرورة تحرير الفلوجة قبل الرمادي. لكن الواقع المعطيات السياسية اللي كانت تمنع على الأرض وهي قضية الخلاف حول مشاركة الحشد من عدم مشاركة الحشد
هي اللي كانت تعطل القرار. الآن القرار قد اتخذ وتمت نوع من التسوية بين كل الأطراف حول مشاركة معينة للحشد على أن لا تتجاوز كذا وإلى آخره. أنا لست ملما بالكامل حول بنود وتفاصيل الاتفاق، لكن يبدو أن هناك اتفاق حصل. الولايات المتحدة وضحت ذلك بشكل غير مباشر بالمؤتمر الصحفي الأخير لمساعد وزير الدفاع، عندما قال بأنه الحشد لن يدخل مدينة الفلوجة، والحشد أيضا من جهته لم ينكر ذلك ويخرج بتصريحات مستفزة. وحتى التصريح المستفز الوحيد الذي ظهر من أحد قادة الحشد قبل أيام واللي أصبح حديث الإعلام، تم يعني غلقه وتم التبرؤ من عنده، وتمت مهاجمته من قبل الحكومة ومن قبل بقية قادة الحشد. أنا أعتقد أنه سياسيا الأمر الآن قد تهيأ لتحرير الفلوجة. القضية الأساسية أمامي أنا كمواطن هي مصير من تبقى من أهل الفلوجة. هذه هي المشكلة الأساسية الكبيرة. هؤلاء الناس المحشورين بين القصف وبين إعدامات داعش وبين كل المصائب التي حلت عليهم خلال السنتين الأخيرتين ربما أكثر، هذول هم مصدر قلقي وهمي، وأعتقد مصدر قلق وهم كل عراقي ينبض قلبه بحب هذا الوطن. طيب. المشكلة هم هؤلاء الناس. طيب السيد الناصر، السؤال المحوري الآن، كيف هي رؤيتك لتعاطي الإعلام مع معطيات ما يجري في ساحة الفلوجة؟ يعني الملاحظة العامة أنه لأول مرة الشد الطائفي في قضية الفلوجة كان أقل مما توقعنا، وهذه نقطة جيدة. يعني في معركة تحرير تكريت، أنت تذكر، كان هناك عبارة عن شط طائفي كبير بسبب تجاوزات الحشد الشعبي وبسبب أحيانا تهويل بعض القنوات العربية والخارجية، فحصل هناك كلام كثير وشد كثير طائفي في الموضوع هذا. اللي حصل في الرمادي، والآن في طبعا الرمادي لم يكن هناك أي شط طائفي لأنه لم تشارك القوات الحشد أساسا في قضية تحرير الرمادي. الآن لدينا مشاركة، لحد الآن حصل تجاوز وكلام حول موضوع جامع الكرمة وتجاوزات أخرى إلى آخره، ليس كما توقعنا ولله الحمد. نتمنى أن يضبط جميع الأطراف أنفسهم، خصوصا قوات الحشد. الحشد إذا ضبطت تصرفات أفرادها وإذا منعتهم من التجاوز على الناس وحرماتهم وأملاكهم ورموزهم الدينية في مدينة حساسة مثل الفلوجة، أعتقد أننا سنستطيع أن ننجو من هذه القصة بدون خسائر طائفية إذا صح التعبير. طبعا أكرر مرة ثانية أنه الخوف، كل الخوف على حياة المدنيين من عمليات عسكرية طاحنة تنتظر مدينتهم في الأيام أو الساعات المقبلة حتى. نعم، إذا نرجو أن تبقى معي سيد الناصر. أتحول بسؤال إليك سيد نظير، مع تعاطي الإعلام مع ما يجري حاليا، برأيك الآن هل هذا التعاطي من ناحية الشد الطائفي الذي يشير إليه سيد الناصر هو مبرر؟ حقيقة يعني أنا مع احترام الشديد لضيفك الكريم، لكن ما أراه هو عكس ما يتحدث به. يقول إن هذه المعركة كان فيها شد طائفي أقل من المعارك الأخرى، بينما هذه المعركة الآن يوجد عليها تحشيد طائفي بشكل كبير لرمزية هذه المدينة، ولم يتعدى الأمر إلى أنه تكون تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديوهات اللي تنشرها الميليشيات وغيرها من التصريحات اللي تدعو إلى الثأر من أهالي هذه المدينة. لكن الأمر تعدى إلى 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 فعل، بحيث أن دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى القرمة، وجدنا حرق لبيوت وتهديم لمساجد وتحطيم لدكاكين الناس تستجدق من عندها. بل وصل الأمر اليوم، أنا أسمع توجد عمليات إعدام لبعض شباب القرمة. فأخي الكريم، فقط أريد أن أوضح إلى موضوع النازحين وإلى الذين يتباكون على مصير الناس الأبرياء في داخل فلوجة والنواحي اللي حولها. يقولون نحن فتحنا لهم ممرات آمنة، والحشد الشعبي يثقف على إعلاميا على أن المقاتلين في داعش
في الفلوجة هم ليسوا أجانب إنما من أهل المنطقة. نعم. بالتالي هي رسالة لأهل مدينة الفلوجة بأنكم كلكم متهمون بالانتماء إلى الفلوجة. نعم. ومن يخرج منكم هو معرض إلى تهمة جاهزة بالانتماء إلى داعش. لذلك لو تلاحظ بالأنباء أنه نقول الأفراد القلائل اللي خرجوا من هذه المدن لا هم فقط النساء والأطفال، أين الشباب؟ الشباب وجد نفسه في بين نارين، إذا خرج يعتقل بتهمة الإرهاب، وإن بقي ولم يقاتل مع داعش سيقتل من قبل داعش. نعم. هذا يعني هذا يعني الوضع اللي لو فرضنا فيه. الآن أن لو فرضنا أن ليس كل عناصر الحشد وليس كل مجاميع الحشد هم من يقترفون الجرائم، بالتالي هناك جرائم تقترف وبصوت وصورة وموجودة وصلت إلى قطع الرؤوس وعرضها على أمام الكاميرات يفتخرون بها. الآن القضية المهمة، من سيكون المذنب بما يحصل حاليا وما تقترفه هذه الأيادي المجرمة من عناصر وليس من الجميع كما يريد البعض أن يروج؟ من سيكون؟ هل سيكون رئيس الوزراء الذي صرح بنفسه أمام مؤتمر مع السفراء الدول الإسلامية في العراق وقال بأنه هو المسؤول عن هذه المجاميع؟ هو تصرح قبل فترة أنه نعم. سيحاسب كل من يقترف جرائم طائفية من قتل أو حرق أو أي شيء، ويقول أنه توجد في داخل ميليشيات الحشد الشعبي عناصر غير منضبطة ولا يمكن السيطرة عليها. بالله عليك، هذا كلام رئيس وزراء دولة؟ إذا أنت لا تستطيع السيطرة على أفراد يقومون بانتهاك جرائم وأمام عينك وبصورة موثقة، فكيف أنت قادر على أنه تمسك دولة؟ يعني هؤلاء العناصر ممكن تشخيصهم بسهولة وإعطاء يعني من خلال محاسبتهم يعطي درس للآخرين لكي لا يتجرعوا على هذه الجرائم. يعني هذا الكلام يعطي رسائل خاطئة تماما. فقط أريد أن أسألك سؤال، لماذا الحشد؟ لماذا لا يخلون بين العشائر السنية لتحرير أراضيها؟ يعني بالله عليك، أنه توجد الآن في البصرة معارك بين العشائر والوضع الأمني جدا مضطرب. هل يوافق رئيس الوزراء على إرسال حشد سني إلى حفظ الأمن في البصرة؟ لو استطاع فعلا ذلك لقلنا أنه غير طائفي. لماذا يعني الحشود اللي تأتي من كل المحافظات الشيعية لمحاربة المناطق السنة؟ إذن الآن معي عبر الهاتف كذلك رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية سيد رعد الدهلقي. سيد رعد، مرحبا بك. مرحبا بك سيد الكريم وبضيف الكريم ومشاهدي هذا القناة الكريم، حياك الله. حياك الله سيد رعد. بما أنك رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، أود أن أسألك عن سؤال مهم، وهو هل استعددتم لقضية وجود مهجرين ونازحين آخرين سيخرجون من المناطق التي تستعيدها حاليا القوات العراقية؟ هل أنتم على استعداد لهذه الأعداد التي سوف تخرج؟ بعد التحية والتقدير سيد الكريم، لكي يكون الكلام صريح وواضح للجميع، اليوم هناك خارطة طريق مرسومة بشكل جيد من قبل المؤسسات المسؤولة على النازحين، لكن عدم وجود السيولة النقدية وعدم وجود هناك يد العون ممدودة أو استنفار كامل من قبل الحكومة إلى هذه المؤسسات يعرقل عملية توفير المؤونة والإغذاء والإيواء للنازحين. ولكثرة عددهم أولا، واثنين اليوم الفلوجة هناك استنفار أمني واضح، لكن هناك تقصير من قبل الحكومة بالاستنفار في الجانب الإنساني. لدينا أعداد ليست في القليلة، وهناك توقعات بزيادة أعداد كثيرة جدا، لا سيما أهل الفلوجة يعانون من أكثر من 3 أشهر بحصار جائر ظالم على مناطقهم، قد أدى إلى وفاة كثير من الأطفال والكبار السن بسبب الحصار، لذلك سيكونون في حالات صحية وإنسانية سيئة جدا تحتاج إلى أضعاف الاستعدادات عن الحالات الأخرى. لكن الاستنفار اليوم ليس في المستوى المطلوب، واليوم كان رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة موجود في مجلس النواب وتكلمنا به معه بكل صراحة بأنه المعونة والغذاء والاستنفار والاستحضارات للنازحين في هذه الفترة الصعبة ليست بالمستوى المطلوب، لذلك نحمل الحكومة المسؤولية الأولى في هذا الأمر من جانب، ومن جانب آخر نطالب المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الدولي وكل مؤسسات التي تختص في حقوق الإنسان أن تستنفر قواها للحفاظ على أرواح المواطنين، وهو شعب نازح اليوم لدينا أكثر من 4 ملايين نازح، هذا ليس العدد القليل.
طيب سيد رعد، يعني هل لديكم أو لدى لجنتكم إحصائيات بما يخص عدد العوائل التي نزحت من مدينة الفلوجة حاليا وعدد العوائل الموجودة حاليا في الداخل؟ يعني لحد الآن عدد العوائل التي نزحت من الفلوجة عدد قليل جدا قياسا إلى متوقع من أعداد النازحين، حيث وصل إلى 400 عائلة فقط، وهذا عدد قليل، هذا يقارن بعدم وجود طرق آمنة لخروجهم، هذا من جانب، الجانب الآخر تخوف البعض المواطنين الآمنين أو المحاصرين في الفلوجة من الخروج بسبب إطلاق التصريحات المتشنجة من قبل بعض المسؤولين، أدى إلى تخوف هذه العوائل من الخروج. لذلك نحتاج إلى رسالة اطمئنان، ونحتاج إلى طرق آمنة أكثر، ولكي تخرج العوائل. لدينا أكثر من 50,000 عائلة تحت محافظة في الفلوجة، هذه تحتاج إلى استنفار كبير، وتحتاج إلى رسالة اطمئنان. يعني سيد رعد، تجتمعون اليوم في مجلس النواب العراقي لتأييد القوات الأمنية في معركتها في الفلوجة، ولا نسمع أن هناك تضامن مع النازحين حاليا، مع على الرغم طبعا من أن الحكومة العراقية قد دعت الأهل إلى الخروج. لا، يعني حتى نكون واضحين وصريحين، نحن عندما ندعم القوات الأمنية ندعمها في معركة ضد داعش، أما المواطنين الآمنين فنحن تكلمنا مع القائد العام بأن يكون هناك توضيح وهناك فرز ما بين المواطن الآمن وما بين الإجرام من داعش الذي يحمل السلاح. وهذا من جانب، من جانب آخر نحن بتواصل مستمر في البرلمان، حتى وإن كان معطل بالنسبة للهجوم المهاجرين، البرلمانية تعمل يوميا مع الوزارات والجهات المختصة في هذا الأمر لتوفير لهم المؤن. لكن كما أسلفت، هناك تقصير كبير من قبل الحكومة في تخصيص الأموال إلى الجهات المسؤولة لتوفير المستلزمات. يعني هل هناك يعني إمكانية أن تفاتحون كمجلس نواب عراقي وكلجنة هجرة ومهجرين الحكومة العراقية، تفاتحونها بقضية السماح بخروج الشباب والرجال من مدينة الفلوجة؟ نحن الآن نشاهد فقط النساء والأطفال هم من يخرجون، هناك خوف من الرجال بأنهم سوف يتعرضون إلى عمليات خطف أو اعتقال أو غيرها من الجيش أو الميليشيات وغيرهم. طبعا هذا التخوف هو ايضا يوجد لدينا هذا التخوف، واليوم تكلمنا مع السيد القائد العام للقوات المسلحه ورئيس الوزراء بهذا الامر لفتح طرق امنه اكثر ورسائل اطمئنان، لانه حسب اعتقادي لان هناك تخوف من قبل الشباب من الخروج بعد التصريحات المتشنجه كما اسلفت. لذلك نحتاج الى رسائل اطمئنان، ونحمل القائد العام للقوات المسلحه والحكومه سلامه وحماية المدنيين بعد بخروجهم من الفلوجة. لا سيما وإحنا لدينا تجربة سابقة، عندما خرج أهالي الأنبار من الرزازة قد فقد 2,200 شخص، وكذلك من خرج على جسر الجبل قد فقد وخطف من قبل الميليشيات. لذلك نحمل القائد العام، نحمل الجهات المسؤولة الحفاظ على أرواح المواطنين في خروجهم وكذلك في إيواءهم وإغاثتهم. نعم، إذن السيد رعد الدهلجي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابي ينضم إلينا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فاصلنا ثم نتواصل معكم. طلعنا خايفين، فدنا بخايفين ومرعوبين من عندهم، ولما وصلنا مركز السلام وجابونا جاي هنا، والله مي ماكو وذني شما صحيات ماكو وفراش ماكو، والله علقع نايمين. موتونا من الجوع، تكرم حتى حذيان قمنا نمشي حافي، أنا هاي تشوبلس مال عمال جيت بيه، لا ملابس لا أكل لا شيء، الأكل بس إلهم والعوائل، وإحنا موتين من الجوع من بدل الأزمة لحد الآن، والله العظيم قمنا ما عاد نقدر نمشي. والله يا يابا ناكل تمر، وحتى التمر ما نلقاه، تمر مع البرادات ما نلقاه، والله ظلينا 4 أشهر ما عدنا لا طحين
والله لو ما عندنا تكرم بغارات وعايشين عليهن، قمنا نشرب حليب من عندهن وعايشين على الحليب. ثلاث سنين واحنا محصورين، تمر خايس ناكل، هجولونا يوميا من ديره لديره، مي حار رضينا بيه، اكل بايتنا رضينا بيه، كل شيء رضينا والحمد لله والشكر، الحمد لله، بس الله يفرجها علينا يا الله. لعد كيس الطحين صار مليون وربع، حفنه التمه هالقدها صارت بخمسين الف وما تلاقي. قعدت عادينا جوا السجر، قعدنا جوا السجر صار اسبوعين لما تهيت لنا فرصه، كل يوم يعبرون عوائل بس مترددين، مرات يلزمونهم يدوسون على راسهم بالقندره، والنسوان يطققون جواهم حتى يرعبونهم بعد ما يعبر. اليوم والله احنا اول ما نمنا بعدين قلنا ما باكر يخاف يهجمون علينا، يفترون علينا كامشين تواتيهم يفتروا، ما يخلون أحد لا يطلع يمنى ولا يسر. عدنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر قناة الفلوجة الفضائية، وأذهب مباشرة إلى السليمانية إلى الناصر دريد. سيد ناصر، يعني الآن نحن أمام مأساة في مدينة الفلوجة المحاصرة، وهي وجود مدنيين داخل هذه المدينة، برأيك ما هو الطريقة الأمثل لتجاوز الخسائر بهؤلاء المدنيين حاليا؟ نعم، يعني هو يجب الأخذ بالنظر الاعتبار أنه ساحة العمليات العسكرية للأسف يعني لابد أن تحدث فيها خسائر، يعني نعم. هذه للأسف الشديد هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفع عندما تقول نستعيد مدينة كبيرة مثل الفلوجة، لكن هناك جملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن. مثلا أنا سمعت من السيد النائب قبل قليل كلام حول أحيانا انعدام ثقة أو ضعف ثقة أحيانا، أو من حضرتك أيضا نفس الكلام بهؤلاء الهاربين من جحيم الفلوجة، أنه قد ربما يتعرضون للمساءلة، قد ربما يتعرضون لإشكاليات أخرى معينة. من جهة أخرى الحكومة العراقية تقول أن هؤلاء الهاربين نحن لا ندري من منهم فعلا من أهل الفلوجة الأبرياء، ومن منهم منتمي لداعش ومندس بينهم. أعتقد أن هذه القضايا الأمنية يمكن حلها بتطمين، يعني أي مواطن نعم. يشعر بأن هناك جهة أمنية مخولة رسمية ومحايدة مهنية تقوم بالتحقيق معه في حال تسليم نفسه للقوات الحكومية، من دون قصص التجاوزات المرعبة التي حصلت سابقا والناس الذين اختفوا في مناسبات سابقة، وهذه جرائم اللي تمت بحق مواطنين عزل أحيانا في كثير من مناطق العراق. يجب أن يتوقف هذا النهج، هذا النهج الإجرامي يجب أن يتوقف، ويثبت هؤلاء الذين في الحكم والقوات الحكومية والقوات المتجحفلة معهم من عشائر ومن حشد ومن إلى آخره بأنهم أهل للثقة. وهذه قضية ليست سهلة وليست هينة، لكن لابد منها إذا ما أردنا أن نقلل الخسائر إلى الحد الأدنى. وأنا أعتقد تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى ليس فيه فائدة فقط لأهل الفلوجة الكرام، فيه فائدة لمجمل صورة الحكومة العراقية، لمجمل صورة الحشد، لمجمل صورة القوات المسلحة والحشد العشائري. كل هؤلاء الناس إذا أرادوا أن يثبتوا أنهم صورة جيوش حقيقية ممكن مستقبلاً أن تكون جزء من الصورة الأمنية العراقية الرسمية، يجب أن يثبتوا كفاءتهم ليس في القتال فحسب، وإنما في إدارة ملفات شائكة مثل قضايا المدنيين. الآن يعني حضرتك تذكر كلام جميل، نعم تذكر كلام جميل، ولكن كيف تقيم لنا تعاطي الحكومة العراقية مع ملف النازحين وأيضا ملف المدنيين في مدينة فلوجة؟ حقيقة هو ملف النازحين بشكل عام هو عبارة عن فشل مدوي من أول ما بدأ
ملف النازحين بعد احتلال الموصل من قبل داعش، ثم مرورا ببقية المحافظات، فشلت الحكومة العراقية فشل ذريع في احتواء قضية النازحين في بقية العراق. النازحين الذين توجهوا إلى أقليم كردستان بنيت لهم معسكرات نظامية إلى حد ما، وبني لهم وضع مقبول إلى حد ما في المدارس في إلى آخره. في محافظات أخرى أيضا نجحت في هذا الموضوع في جنوب العراق، لكن عموما الملف هذا فشل فشل ذريع. قصص الانتحارات التي سمعنا عنها أكثر من مرة في ملفات وفي معسكرات النازحين كانت فضيحة حقيقة تنطق عن نفسها. هذا الأمر يجب كل أن يتغير، وهذا الأمر ليس بقرار حكومي الحقيقة، أن هناك أطراف كثيرة الفساد ينخر فيها، تستفيد حتى من 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 مأساة النازحين لكي تعبئ جيوبها، وهذه ليست حكر بالمناسبة على طائفة دون طائفة أو قومية دون قومية. وجدنا الفساد في كل مكان ينخر، أحيانا هم نفسهم أبناء المناطق للأسف الشديد هم من يبيعون إذن سيد الناصر، نفهم من كلامك أنه قد فشلت الحكومة العراقية في هذا الملف بالذات، ملف النازحين، وهي تستمر في فشلها حاليا في حال عدم القيام بتغيير ملموس ومشاهد. أرجو أن تبقى معي، أتحول بسؤال إليك سيد نظير. كيف ترى التعاطي مع ملف المدنيين والنازحين من الفلوجة حاليا؟ أخي الكريم، يعني هو يتحدث ضيف الكريم أنه على فشل حكومي فيما يعني بمنتهى الصراحة في موضوع الملف اللاجئين. وأنا أسأل، هو أي ملف الحكومة نجحت فيه؟ هل استطاعت أن تحمي المواطن؟ هل استطاعت أن تحافظ على وحدة العراق؟ هل استطاعت أن تحمي أرواح العراقيين؟ ما هي عملية سياسية فاشلة بامتياز طيلة 13 سنة؟ لكن أنا أعتبي يعني على من يقول أنه يمثل السنة في الحكومة العراقية من السياسيين، يعني أنتم ترون بأم عينيكم أنه المواطنين يتم ذبحهم وقتلهم وسرقة أموالهم، ولا تحركون ساكن، ربما أشجعكم من هو يسجد. يعني أنا أقول لكم والله إن لم تفعلوا شيء ستكونون شركاء في هذا الذبح الذي يتعرض إليه أبناءنا السنة. وإذا لم تقدموا شيء سيلعنكم التاريخ إلى عشرات السنين. وهل هم مبالين؟ كيف يعني لا يبالي؟ هذا يعني الآن ألا تذكرون الذين أدخلوا سقطوا بغداد على يد هولوكو؟ كانوا عبارة عن خونة هم الذين أدخلوا هولوكو، والخونة يذكرون ويلعنون في كل زمان. يعني هل يرجون لأنفسهم مثل هذا المستقبل؟ يعني يجب ليكفروا عن ذنوبهم، يجب أن يستدعوا تدخل دولي للحد من هذه الجرائم اللي تحدث. نعم، يعني تقول تدخل دولي، اعتدنا التدخلات الدولية بالشعور بالقلق والشجب والتنديد وغيرها، هل سوف نرى تحركا يذكر بالله؟ هذا ما نسمع الآن من الدول الأوروبية وأمريكا، أنه تجب هناك كلام لانتهاك حقوق الإنسان، نحن نجب هذا، بل يأتي لدينا سياسي يعتبر على السنة يقول نحن أخذنا كلام من الأمريكان بعدم دخول الحشد الشعبي إلى الفلوجة. وهل نسي أنه الأمريكان هم من أحرقوا الفلوجة لمرتين؟ وهذه المرة الثالثة هل الأمريكان موضع ثقة؟ واستخدمت الأسلحة المحرمة وغيرها، كل شيء يعني استخدمت، وخالفت كل الأنظمة الدولية، بحيث أصبحت الفلوجة من أكثر المدن فيها أمراض بالسرطان وتشوه المواليد بسبب الأسلحة التي صبت على هذه المدينة. لكن أنا أحمل الدول العربية ومن تدعي أنها تريد محاربة الإرهاب كالسعودية والتحالف الإسلامي، وأقول لهم والله إن هذه النار إذا لم تطفأ وساعدتم على إطفائها سيكون شررها في بلدانكم، ستكونون أنتم الضحية الثانية. يجب أن تنظرون المسائل بعين الأهمية، لا تكونوا كالثور الأبيض بعدما أكل الثور الأسود. إذا ذهب العراق بكل مكوناته فلن تنجو عروشكم ولن تنجو أوطانكم من التدخل المباشر الإيراني. ولكن يعني هل يقتنع المجتمع الدولي بما يصوره البعض بإلباس
أمريكا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أجنحة الملائكة؟ والله يا أخي الكريم، لو نريد مصلحة وطننا يجب أن ننفض أيدينا من هذه التيارات الغربية. ربما قائل يقول لا يمكن تحقيق شيء بدون موافقة الدول الغربية، ولكن هذا الأمر غير صحيح. إن إرادة الشعوب قادرة على تغيير وتحقيق المستحيل. نعم. ويجب أن يعني الشعب العراقي يجب أن يأتي إليه المدد من الشعوب الصديقة. نعم. الشعوب العربية، الشعوب الإسلامية يجب أن تقف معه، وإلا سوف لن يقف معهم أحد إذا ما جاءت النار إلى بلدانهم. نعم. إذن إليك مرة أخرى سيد الناصر دريد، أعود إليك مرة أخرى بكلمة أخيرة، يعني برأيك هل ستطول معركة الفلوجة، وما هي رؤيتك المستقبلية لمآل الأحداث هناك؟ يعني الحقيقة أنا لا أعتقد بأن معركة الفلوجة ستطول، يعني حتى مع الهجوم المباغت الذي حصل على مدينة هيت، أنا أعتقد أنه الموضوع سينحسم خلال ربما الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. نعم. لكن يبقى ملف مهم بعد تحرير الفلوجة، أعتقد ستكون أمامنا تقريبا محافظة الأنبار محررة بالكامل إذا لم أكن مخطئا، ربما بعض النقاط هنا وهناك. نعم. سينفتح الآن ملف جديد وخطير لا يقل أهمية عن ملف تحرير الأنبار، وهو ملف إعمار الأنبار. نعم. هذا الملف الخطير الذي سيحسم فيما إذا كنا سنرى مستقبلا داعش أخرى، أم ستشهد هذه المنطقة السلام الذي افتقدته من 2003 ولحد الآن؟ نعم. إذا أرجو أن تبقى معي للنهاية سيد الناصر بكلمة أخيرة سيد الكندوري، يعني هل هناك رؤية مستقبلية قريبة لمدينة الفلوجة منك؟ والله يعني أنا يعني أرى أن هذه المدينة ستذبح، وربما تذبح قريبا، وستكون شاهد على كل من كان له الدور في ذبحها، وعلى كل من صمت لذبح هذه المدينة. وأوجه ندائي إلى العشائر العربية السنية الشريفة الأصيلة، وإلى من تصدى للاحتلال في طيلة الاحتلال الأمريكي طيلة 13 سنة، أن يقوموا بدورهم، أن يسمعوا صوتهم، أن يوحدوا كلمتهم. لأن يعني لا يجب أن إذا دافعت على الفلوجة وأهلها قالوا إنك داعش، وإذا دافعت في سبيل تحريرها من داعش قالوا إنك ميليشياوي. يجب أن يكون هناك خط ثالث، خط وطني، خط لديه مصلحة. هل يجب لهذا أن البلد أن يبقون مشتركين في المعارك رغم الخروقات التي تحصل؟ والله لو كانت المعارك هي خالصة بين يعني يقوم بتحرير العشائر السنية بمساعدة الجيش فبها، ولم نسمع صوت يكون ضد تحرير مثلا الرطبة والمدن في غرب الأنبار. لكن إذا هذه العشائر جاءت ورأت أن الميليشيات الشيعية الطائفية قد عقدت العزم على ذبح أهالي هذه المدينة، يجب أن تنفض يدها من هذه العملية وأن لا تتورط بدماء هؤلاء المسلمين. إذن السيد نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا لحضورك في استوديو التغطية الخاصة في قناة فلوجة، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر السيد الناصر دريد، انضم إلينا من السليمانية عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا انضمامك إلينا. أشكر أكرره أيضا للسيد رعد الدهلجي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، انضم إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا لحسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا متابعة المزيد من الأخبار والمعلومات على الفلوجة.tv ومواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.